أريد أن أطير. ماذا يحاول أن يفعل؟ لا أفهم، غريب أمر كرز. هنا لنراقب. انظري، يبدو هاربا من شيء مخيف. لزعت النحل ربما. لا، أظنه يحاول البقاء هادئا. كيف هذا؟ إنه يحرك ذراعيه كفراشة خائفة. لنعرف ما به. مهلا، أولا لنفتح هذا الصندوق. وجدته خلف الباب في الصباح. إلى روزي ورمبا، لم يكتب اسم المرسل. ماذا فيه يا ترى؟ روزي ورومبا سيحبان هديتي للغاية. لا يحصل الواحد منا كل يوم على حجر الحفر. لا، نسيت وضعه في الصندوق. لابد من طريقة لأقوم بهذا. واو، بماذا؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ أهلا يا بلبلة، أنا فقط أحاول الطيران. كرز الطائر. توقفي يا بلبلة. إن الطيران فن، وأنا أعرف كل شيء وأي شيء عنه. والآن كف. افتح ذراعيك وأغمض عيني. حسناً، الآن تحرك أيها الطائر. طر في الهواء، تمايل مع النسيم وارتفع بين الغيوم. طر كالبلابل، ارتفع عالياً. مشكلتك يا كرز واضحة جداً. ما هي؟ هي أنك لا تملك أجنحة. أدهشني. ماذا تفعلين؟ بالريش البلبلي يا صغير نحو السماء سوف تطير. واو، هيا يا كرز، وقت الطيران. اجري رفرف رفرف. هل تشعر بشيء ما؟ نعم، أشعر أنني فاشل. واو 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 واو. هل وجدت شيئا؟ لا، هذا غريب. كرز جالس في حديقتنا. ويبدو حزينا للغاية. هيا بنا يا رومبا، علينا أن نفهم ما يحدث بالضبط. مرحبا يا كرز. أهلا روزي، أهلا رومبا. ما المشكلة؟ أنا فقط أريد أن أطير. هل هذا كثير؟ ربما. استخدمت ريش بلبلة العجيب لكنه لم ينفع. كم أنا إنسان فاشل. لكن أنت دمية ولست طائرا. أظن أن رومبا على حق. رائع، لكن هذا لا يعني ألا تحاول، ونحن سنساعدك. جاهز يا رومبا؟ أنا؟ نعم نعم نعم، أنا جاهز. مرحبا روزي، رومبا. ليس هنا. والآن كيف سأعطيهما حجر الحظ؟ أحسنت يا كرز، أعلى.
أعلى. رفرف أقوى أقوى. أنا أرفرف أرفرف. هذا لا ينفع، أنا لا أطير. أها، عندي فكرة، لنجرب التلة. روزي، رومبا. هل سننجح هذه المرة؟ النجاح مضمون. بالتوفيق، أظنك ستحتاج إلى الحظ. ها أنا. أنا بخير. لو أن للجميع جذورا. لابد من طريقة لتحقيق أمنياتك. المنحوس دائما منحوس، حتى ولو طار بالفانوس. للأسف ليس لك جناحان كالطائرة. رومبا، أنت عبقري حقا. هيا اتبعاني. إلى أين؟ إلى مصنع الطائرات. اللحظة التي انتظرناها طويلاً. رومبا تفضل، أقدم لكم كرز الولد الطائر. جاهز؟ جاهز. مهلاً. ما الأمر يا بينون؟ هل فتحتما الصندوق؟ هل كان منك؟ لكنه فارغ. أعرف، أنا آسف، نسيت وضع هذا داخله. إنه جميل. إنه حجر الحظ، وكل من يحمله لا يفشل أبدا. أردت أن أهديه لكما. شكرا لك يا بينون. لقد صنعنا من الصندوق جناحين، وأيضا مع حجر الحظ لا شيء سيقف في وجه كرز. حظا سعيدا. هيا. 3 2 1. رائع، كرز يطير. إنه حجر الحظ. بل ريشي البلبلي. أحسنت يا كرز، حصلت على جناحين. شكرا لكما يا روزي ورومبا. روزي. نعم يا رومبا. لو كنت برغوثا لكن بحجمي هذا بالضبط لقفزت عليا إلى القمر. أتخيل هذا. لكن تخيلي يا روزي حجم الكلب الذي سأعيش في فروه. كبير جدا، ضخم جدا، ومنزله سيكون ضخما جدا، بل أيضا عملاقا. روزي. نعم يا رومبا. لا أريد أن أكون برغوثا ضخما. اطمئن، لن يحدث. ليلة هانئة. ولك أيضا يا روزي. نم 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 نم. أنا أحب أن أكون أرنبا ضخما.
أسطورة الباندا الأحمر. ما الحكاية التي تريدها يا رومبا؟ حكاية القطارات؟ لا شكراً يا روزي. النمور؟ القمر؟ سمعتها كلها مئات المرات، أريد حكاية جديدة. حسناً دعني أفكر. في قديم الزمان كان هناك باندا صغير أحمر. كان هناك باندا صغير أحمر وكان يريد أن يكون شجاعاً كالأسد، فمشى مسافة طويلة جداً جداً عبر صحراء جافة وحارة، ثم وجد قارباً صغيراً فراح يعبر المحيط الواسع الكبير. روزي روزي، ماذا تريد يا رومبا؟ ماذا حدث للباندا الأحمر؟ لم أستطع النوم، إنها أفضل حكاية على الإطلاق. حسناً نعم، وصل الباندا إلى جبل مرتفع مغطى بالثلوج وراح يتسلق إلى أعلى، ولكن فجأة انزلق الباندا على الثلج وراح يتدحرج، لكنه لم يصب. وهنا أتت نحوه بومة زرقاء حكيمة وقالت: اتبعني وأنا سأدلك لمكان تجد فيه فضيلة الشجاعة. ثم طارت بسرعة فلم يستطع الباندا أن يتبعها. وبعدها ماذا حدث؟ وعدت لين أن أساعدها، سأكمل مساء. أنا لا أستطيع الانتظار. مؤسف ألا يكون عندك مزلاج يا بينون، كنا تزلجنا معا. نعم مؤسف. أهلا كرز، أهلا بينون، لو تسمعان الحكاية التي ألفتها روزي. حسنا، ما موضوعها؟ الباندا الأحمر. جاهزان؟ في قديم الزمان وجد باندا أحمر أراد أن يصبح شجاعا كالأسد. بعدها من هو ذلك الباندا؟ ليس حقيقيا، حكاية مؤلفة. أنا أحب الحكايات، أكمل يا رومبا. شكرا للمساعدة، عندي أدوات كثيرة علي ترتيبها. لنرتب الأشياء حسب الألوان. روزي، هذه بلبلة، ماذا تريد؟ مرحبا يا بلبلة. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن لحق الباندا الأحمر بالبومة الحكيمة الزرقاء. عما تتحدثين يا بلبلة؟ إنها حكاية رومبا قبل النوم. أنا أحب الباندا كثيرا والبوم، أخبريني إياها. وأنا. حسنا، صنعت لك مزلاجا يا بينون كي نتزلج معا. شكرا. لو أنني أعرف كيف تنتهي حكاية روزي. وأنا أيضا، أخبرني رومبا عن البومة الزرقاء الحكيمة وحبات البلوط تريد سماع الحكاية أيضا. علي أن أنتظر إلى المساء لأعرف النهاية. ربما لو ذهبنا وسألنا روزي قد تخبرنا الآن. نعم، فكرة رائعة، لما لا تتزلج يا بينون؟ أظنني سأجرب فيما بعد. أرجوك. هيا يا روزي. أنا منشغلة بمساعدة لين، أريد أن أعرف نهاية الحكاية. هيا يا روزي، ماذا حدث عندما لحق الباندا الأحمر بالبومة الزرقاء؟ حسنا، سأخبركم. سأخبركم فيما بعد. متى؟ في آخر النهار في الساحة. رائع، شكرا يا روزي. أنت محظوظة يا روزي، فأنت تعرفين نهاية القصة. الحكاية المتميزة يلزمها مسرح متميز.
والآن هل نذهب للتزلج معا؟ حسنا يا كرز. سوف تسرع كما لم تسرع من قبل، أليس هذا رائعا؟ انحدار التلة شديد. من الأفضل لو كان المكان منبسطا. سأكون معك طوال الوقت يا بينون. 3، 2، 1، انطلاق. أنهيت الجزء الأصعب بنجاح. بينون، هل أنت بخير؟ نعم، أظن ذلك. سأصلح هذا وستعود سريعا إلى التزلج. أنا أصلح للمشي لا للتزلج. آسف يا كرز، أنا لست بارعا في هذه الأمور. روزي، بحثت عنك في كل مكان، ماذا حدث؟ لا أعرف كيف أنهي الحكاية، فكرت فيها طويلاً. سيخيب أمل الجميع بسبب هذا. رائع! الساحة تبدو مدهشة، نحن متشوقون. لا تقلقي، سيأتي الباندا الأحمر ويخبرنا عما حدث، سترين. ولكن يا لين، الباندا الأحمر غير حقيقي. بينون، اصعد على المسرح لأجرب الإضاءة. أنا على المسرح؟ لا عليك يا بينون، أنا سأصعد. بسرعة، تعال معي. لين، ماذا يجري؟ علينا أن نساعد روزي، وليس أمامنا وقت. والآن النهاية المنتظرة لأسطورة الباندا الأحمر مع الراوية البارعة روزي. إذا الباندا الأحمر حاول أن يجد البومة الزرقاء الحكيمة ثم هناك تغيير في الخطة. حان الآن دورنا لنخبركم عن أسطورة الباندا الأحمر. إنه الباندا الأحمر. لقد سافرت عبر المحيط وتسلقت الجبل. نعم، وعلي أن أجد البومة الزرقاء الحكيمة، وحدها تجعلني شجاعاً. أحضري أجمل ريشة زرقاء عندك، أريد أن أستعيرها على الفور. أين يمكن أن تكون البومة الزرقاء الحكيمة؟ أنا هنا، البومة الزرقاء الحكيمة. تويتو. لست بحاجة إلى إعطائك فضيلة الشجاعة، لأنك فعلاً شجاع جداً. لقد عبرت المحيط وتسلقت الجبل وصعدت على هذا المسرح أمام كل أصدقائك. أنت أشجع دب على الإطلاق. الباندا الأحمر. نعم، الباندا الأحمر. شكراً لك يا روزي الحكيمة، أعني البومة الزرقاء الحكيمة. يعيش الباندا الأحمر والبومة الزرقاء الحكيمة. روزي، هل تؤلفين قصة لتصبح حقيقية كحكاية الباندا الأحمر؟ في قديم الزمان كان هناك أرنب أزرق خلد إلى أرجوحته واستغرق في النوم. لا أشعر بالنعاس، أريد سماع الحكاية. إنه دورك لتروي الحكاية الليلة. لقد صحت حكايتي.